كوليبالي، مش ممكن يا سليماني، فينك من بدري، فينك من بدري يا كوليبالي. بيرد ده الراجل، تبديله بيسجل هدفين، ورأسية مميزة جدا من سليماني كوليبالي. ثلاث فرص ضائعة وهدفين لكوليبالي بعد مشاركته على طول كبديل سليماني بدلا من عمرو السلية. لكن صبري رحيل، كلمة السر صبري رحيل، بقول لحضراتكم فتح شارع باسمه من ناحية الشمال، بيلعب خلاص جناح شمال، نسي انه بينزل يلعب باك شمال. احمد حجازي قال له اطلع انت يا صبري وانا هغطيك. صبري رحيل بياخد البينية المميزة اللي وصلت له من عبد الله السعيد، وكوليبالي على شمال محمد فتحي عشان تبقى رباعية، اول رباعية للاهلي هذا الموسم، اول اربع اهداف في هذا اللقاء، بقوا ست فرق بيسجلوا اربع اهداف في نفس اللقاء.